الكل، اهلا وسهلا بكم. اليوم باش نعملوا سلطه تونسيان، سلطه تونسيه. خديت انا دونك زوز هذوما فاقوس ولا لي كونكومبر ونظفتهم وخلي حطيتهم. خديت واحده بصل كيف كيف، وخديت طماطم اللي نظفتها نحيت معناها الداخل اللي فيها وحطيتها. عندنا بطبيعة الحال بلزينة، خديت شوية زيتون، وخديت كعبة عظم وقصيتها باش نزين بها من بعد. وفي الفحات عندي نعناع، نعناع شايح، وخديت الملح بطبيعة الحال، الملاحة، وخديت زيت زيتون بطبيعة الحال باش نفرقوا بيه السلطة نتاعنا لليوم. هذه هي سلطة التونسية نتاعنا لليوم، غابيد عملناها، وهي بطبيعة الحال غابيد معناها سلاد من أسهل معناها لي سلاد اللي احنا ديما نعملوهم خاصة في الصيف ياسر بنينة. إن شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم وعرفتكم بحاجة تونسية جديدة، سورتو اللي مازالوا ما يعرفوش واللي مازالوا ما اشتركوش في قناتي نقولهم ان شاء الله تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كل شيء نسوق نتاعكم بالسلامه.